وعلى كل العميل مع حضرتك في البرنامج الكريم، وطمني وان شاء يا الله فندم. تكون عاوز انتخابي طيب يا رب ان يا شاء الله. رب بخير يا رب. اللهم امين. طمني يا اللهم امين. فندم مطروح وسادتنا في الساعة الأولى من هذا اليوم الأول لبدء الانتخابات لمجلس النواب. تمام، بفضل الله الحمد لله. طبعا احنا عملنا استعداد مسبق وفي جميع المراكز الانتخابية عندنا، احنا عندنا 139 مركز انتخابي ب 165 لجنة فرعية من خلال 2 دايرة. الدائرة الأولى بتشمل 4 مراكز، الحمام والعلمين والضبع وسيوة، والدائرة الثانية بتشمل 4 مراكز برضه، مطروح والنجيرة وبراني والسلوم. نعم. الدائرة الأولى فيها 8 مرشحين مطلوب بقعد واحد فيها، والدائرة الثانية فيها 15 مرشح مطلوب مقعد واحد فيها، بإجمالي 2 مقعد فردي وعندنا 4 في القائمة. نعم. الحمد لله كل الأجهزة المختصة بالكامل في تكاتف مع بعضهم وتنسيق كامل متكامل، الكل يعني قام بواجبه وعلى قد مقدرته في الاستعداد الجيد للمقاعد الانتخابية من حيث التعقيم والتطهير والنظافة حوالين كل المقاعد الانتخابية، وتم عمل مظلات للداخلين لراحتهم يعني. ويعني النهارده الفجر كده كان جانا شوية مطر كده حوالي 10 دقايق، بس الحمد لله يعني الجو كويس وغير مؤثرة يعني. لا الامطار اثرت ولا الدنيا؟ لا غير مؤثره تمام، هي استمرت لمده 10 دقائق وغير مؤثره الحمد لله. هل اللجان هل وصل لحضرتك يعني تمام ان كل لجان فتحت في مواعيدها؟ تمام، غرفه العمليات حاليا دلوقتي موجودين وتمام. اللجان يعني قاعده بتحرك، انا حاليا قاعده بتحرك على العالمين دلوقتي، في الطريق للعالمين دلوقتي. كان معظم اللجان تم الفتح يعني. نعم. مفيش مشكله خالص يعني. هل بالنسبه بنوفر للسادة القضاة كل الإجراءات الخاصة بيهم بالتعاون معاهم من خلال الجهاز الإداري في المحافظة؟ كل الأعمال الإدارية والتأمين، احنا طبعا ده مهمتنا الأساسية كجهاز تنفيذي، تم تجهيز جميع التجهيزات الإدارية والأمنية بحيث إن شاء الله يبقى المقر مؤمن تماما إداريا وأمنيا. طبعا التأمين الطبي، الإسعاف موجودة، الحمايه المدنيه موجوده، فالكل على اتم الاستعداد، واحنا مستعدين يعني نسبق يومين ثلاثه جاهزين يعني ان شاء الله الحمد لله. سياده المحافظ لواء خالد شعيب بشكرك شكرا جزيلا وكل التحيه.